لقطه اشوف في بقى الماتش. للحالات، لان انا متشوق اشوف بقى الحالات اللي عايزين يتكلموا عليها، لان وانا عايز اتكلم على الحالات عايز الاول اعرف هل تحرك حسين الشحات من الناحيه اليمنى للناحيه اليسرى ويستلم الكوره ويشوط، خد بالك حسين شاط من الناحيه الشمال واستلم من ناحيه الشمال مش من الاتجاه بتاعه، فبقى نبدا مع بعض الحالات نيجي ونشوف بالك بقى بالحالات. الشرح لو شرح نشوف حضرتك. الحاله الرابعه في الكنترول، الحاله الرابعه بتاعه الهدف بتاعه النادي الاهلي، احنا كنا اتكلمنا بنقول نبدا اول حاله، انه نبدا اول حاله اللي هي الحاله رقم اربعه اللي هي فيها الهدف، عشان اشرح لك الهدف. احنا كنا بنقول ان النادي الاهلي دايما لما بيزيد زياده عدديه وبيلعب بريسك كبير جدا، ان هو بيلعب بضغط عالي، دايما بنشوف ده الهدف معلول، ده معلول، لا ده مش لا الهدف، ده مش الهدف، الهدف جه الحاله في اخر الرابعه. الشوط الاول. طب نبدا اول حاله، نبدا بالترتيب انا عاوز اكلمك على طريقه لعب النادي الاهلي وطريقه وقوف لعيبه نص الملعب في تغطيه ظاهرين الجنب. نرجع اول بقى صوره، معلش نرجع اول صوره. هي بالظبط ده الجون، ده الجون بالظبط. عاوز اكلمك على الجون بتاع النادي الاهلي اللي كنا بنتكلم عنه، ازاي حسين الشحات بقى موجود في المكان ده. قلنا الطريقه المثلى لمارسيل كولر، عشان عارف ان المنافسين بيذاكروه كويس جدا جدا جدا، هو دايما بيعمل عنصر مفاجاه. عنصر المفاجاه بيجي عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا اللامركزيه بتاعه اللعيبه والسويتشات بتحصل ما بين اللعيبه. يعني ممكن الجناح تلاقيه بيلعب مكان نص الملعب، ونص الملعب هو اللي بيزيد مكان الجناح. نجيب الهدف، معلش لو نجيب الهدف لسه كنت جايب الصوره. ايوه ماشي، دي طريقه. طيب دي طريقه لعب النادي الاهلي. هنا شايفين اللي معاه الكوره احمد عبد القادر، مين اللي بيفتح هنا؟ معلول. علي معلول. فين هنا؟ عندي عمرو السوليه. اول ما عمرو السوليه، لحظه، اول ما عمرو السوليه شاف ان علي معلول زاد، عمرو السوليه وقف على طول علشان يغطي في ظهر عمرو السوليه. علي معلول مش هتلاقي في الكادر خالص محمد هاني، محمد هاني ورا خالص مع محمد عبد المنعم ومع محمود متولي عشان العمق الدفاعي، عشان المرتدات. نكمل بالكوره، نكمل هنا لعب معاه الدوري باص. نكمل الصوره اللي بعدها، علي معلول هنا بيرفع الاوفر. نكمل برده الصوره اللي بعدها ونقف عندها بشكل كبير. عاوز اوريك هنا، بص كام لعيب دايما جوه ال 18 عند النادي الاهلي، الزياده العدديه اللي دايما النادي الاهلي بيعملها. محمد شريف اللي معمول عليه السهم اللي جايله الكوره وراه حمدي فتحي، حسين الشحات دايما الوينج المقابل للعب الكوره العرضيه بيبقى دايما جوه ال 18، وشايفين برده احمد عبد القادر. طب الكوره لو اتردت سكند بول هتلاقي مين واقف هنا بيشوط؟ عمرو السوليه، يا اليو ديانج، واحد منهم بس هو اللي بيكون مقرب، والتاني هو اللي عامل سكريننج عشان ظهر علي معلول وعشان خاطر نص الملعب. دي لو جبنا حاله من نروح للحاله اللي بعدها، نروح للحاله اللي بعدها. ده هنا برضو ده برضو النادي الاهلي هنا زي ما بقول لك، لو حد فكر يضغط على النادي الاهلي ضغط عالي. شايفين هنا لعيبه اوكلاند سيتي، النادي الاهلي بيحاول يحضر من تحت، ضاغطين ضغط عالي على اليو ديانج، نمشي الكوره. نشوف هنا اليو ديانج هيلعب الكوره لمحمود متولي بس مش ظاهر في الكادر. الصوره اللي بعدها محمود متولي بينقل الملعب عند هاني، بالظبط هينقل الملعب عند هاني، واللعب هيتحول بطريقه تانية خالص. نكمل الصور برده بالظبط، هنا محمد هاني بيبدا يزيد. عاوز اوريك فين علي معلول اهو. نكمل الصوره. عاوز اكلمك بقى، بس نقف هنا لحظه. انا كنت بكلمك بقول لك ان النادي الاهلي لو حد فكر ان هو يلعبه ضغط عالي، النادي الاهلي هيضربه بالكور اللي في ظهر الدفاع. الكره اتلعبت لونج باس، بص المساحه الفاضيه اللي موجوده. نروح للفريم اللي بعده، هتلاقي ان محمد هاني لعب على طول الكوره لمحمد شريف وكانت شبه انفراد بالظبط كده. الحاله دي اتكررت قد ايه؟ اتكررت 3 مرات في المباراه في الشوط الاولاني بس. وبيتهيالي كمان محمود في واحده شبهها بالظبط، يعني اللي اتلعبت من هاني لشريف موجوده معانا برده، بس في واحده من معلول لشريف وما كانتش اوف سايد. بالظبط كده. نكمل الفريم بتاع الحالات، وزي ما بقول لك كانت شبه انفراد لمحمد شريف ولكن بتضيع. الحاله اللي بعدها سريعا، ماشي خلاص. طيب نجيب حاله الهدف سريعا عشان عاوز اشعرك. الحاله الرابعه اللي هي فيها الهدف اللي هي في الدقيقه 45، الحاله الرابعه الاخيره هي بالظبط هنا. عاوزك بقى نقف هنا ونقف كتير جدا. دلوقتي حسين الشحات معاه الكوره، حسين الشحات مفروض بيلعب فين؟ مش بيلعب وينج رايت. مين موجود عندي هنا وينج رايت؟ عمرو السوليه. اللخبطه دي عملت اوف بوزيشن لكل الناس اللي واقفه، علشان خاطر انت عاوزك تشوف احمد عبد القادر واخد الوينج اللي راجع يدافع بتاع اوكلاند سيتي وداخل جوه عشان يسيب المساحه لحسين الشحات يسدد. نكمل بالفريم بصوره. حسين الشحات بيشوط برضه. بص على الزياده العدديه اللي موجوده للنادي الاهلي داخل ال 18، اربع لاعبين سكند بول، الكره ترد من حارس المرمى. مين اللي موجود هنا عندنا؟ عمرو السوليه. نجيب بقى الصوره اللي بعدها، جايبها من الزاويه العكسيه. طبعا هدف رائع، اكتر من رائع لحسين الشحات. هنا بقى عاوز ابص لك، بص بقى مين زايد هنا على الشمال عندي في اخر الكادر على الشمال؟ علي معلول. قال لي ديانج فين؟ بيأمن. قال لي ديانج بيأمن عليه. ماشي،
لو نكمل بالصوره اللي بعدها هوريك مفاجاه ثانيه خالص. بص عبد المنعم، بص بقى محمد هاني فين. محمد هاني واقف مع محمود متولي ومع محمد عبد المنعم عشان عاملين العمق الدفاعي ورا، واليو ديانج بيبقى واقف ورا الباك اللي بيزيد. يعني لو يعني الاربعه هنا بقوا هاني ومتولي ومنعم وديانج بس ديانج قدامهم، كانوا بيلعبوا 3-1-4. فعاوز اقول لك ان محمد هاني لو هو اللي زايد هتلاقي ان اليو ديانج مش موجود هنا، موجود مكان محمد هاني، وهتلاقي علي معلول هو اللي رجع بالظبط كده. نشوف برضو يعني برضو نكمل بالفريم، هتلاقي برضو عمرو السلية اللي عليه الدايره هنا هو الوينج رايت، هو بقى الوينج رايت بتاع فادي. في نقطه ثانيه كمان، انت لو تاخد بالك حمدي فتحي داخل مهاجم ثاني جنب محمد شريف. حمدي فتحي بيعمل كل حاجه في الكوره. حمدي فتحي امبارح والله في كوره طلعها من جوه ال 18 عمل تاكلينج. احنا لو لحمدي بس في خلاص، لو قاسر معاه الحالات طلعت حمدي فتحي. فبقول لك النادي الاهلي دايما عنده نجم المباراه امبارح. محمود نجم المباراه امبارح حمدي فتحي. حمدي فتحي، حمدي فتحي قطع بلا منازع. حمدي فتحي لعيب بيسهل لك امور كتيره جدا وبيديك حلول كتيره جدا وبيخلي عندك مرونه، مع ان حمدي فتحي كان يعني كان محاصرينه في ادوار الشر، اللي هو الراجل اللي هو ديستروير يكسر نص الملعب، قوي جدا 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 دفاعيا، قوي جدا تاكلينج بالظبط كده. هو خلاه من لعيب محصور في ادوار الشر الى لعيب مفتاح. انا عارف انه كولر طور تطوير يعني تطوير اداء اللعيب بالظبط. صح صح. فكره تطوير اداء اللعيبه، انا شايف كولر ابتدى يظهر امكانيات عدد من اللاعبين ما كانتش موجوده في فتره سابقه. يعني كلامك صح جدا، والاثبات حتى ممكن بالحالات ان تعال شوف مستوى محمد هاني والادوار التكتيكيه. احنا كنا في السنين اللي فاتت بنقول ان ان علي معلول هو اهم مفتاح لعب الاهلي من ساعه التعاقد معاه. دلوقتي بقى عندك اكتر من مفتاح لعب. دي بدايه الهجمه اول خمسه، الكرة طالعة من تحت عادي خالص، بنبدأ تحضير بالراحة خالص. بص هم مشكلين عليك اللود كله في وسط الملعب ضاغطين، باين قوي الثنائي بتاع النادي الاهلي ديانج وسولية زي ما كان محمود بيقول، هم اللي كاشفين سكاننج، وحمدي طاير قدام مش معاهم. اللقطة اللي بعدها هنا اتلعبت لمعلول، الشريف قاطع مع جاري برضو ناحية تانية احمد عبد القادر. اللقطه اللي بعدها بص على خط واحد دايما، انت عايز تكسر مين اللاعب اللي مقرب الكره اتلعبت عرضيه من معلول، مين اللاعب اللي جوه البوكس تاني؟ احنا كام واحد جوه البوكس؟ بين اربعه. عبد القادر هنا يعني الكره طلعت منه خلاص بره لما تردت من الدفاع. اللاعب الرابع جوه البوكس مين ده اللي بيجري؟ حمدي فتحي. اللقطه اللي بعدها هنا ضاغط اهو زي ما كان برضو محمود بيقول في البداء، احنا اهو 4-3-3 ساعات بتحول 3-4. ديانج ادي المربع بتاع النادي الاهلي، ديانج والسولية دايما تحت الكوره، اللي زايد كانه صانع لعب او مهاجم ثالث حمدي فتحي. حمدي فتحي هنا بيقفل زاويه التمرير على لاعب اوكلاند عشان يمنعه من بدايه الهجمه، وفي نفس الوقت شريف مهاجم صريح ومستنيه حمدي فتحي لعله عسى كره تقطع ويروح. فدايما هو اللي عمل الدور ده، ودايما عامل لك الزياده العدديه. ده يعني جزء من بصمات كولر بقى في اداء حمدي فتحي واستخدامه كمفتاح لعب اساسي. اللقطه اللي بعدها نفس القصه، بص اللي على خط واحد، خط الدفاع الثاني، خط الدفاع الثاني عند اوكلاند، وبص احنا عندنا انا شايف هنا عبد القادر هو اللي راجع ورا عبد القادر بيغطي وحمدي فتحي هو عشان معلول ورا، عبد القادر بيغطي الناحيه دي عشان ما يطلعش الوينج بيمنعه. وهنا حمدي فتحي قافل فين؟ شريف اول واحد خالص، اول واحد في الكتيبه بتاعتك في الهجوم. سولية وديانج على خط واحد، مين اللعيب اللي ضامن تحت هنا؟ طبعا حمدي فتحي قافل على الوينج. مين اللعيب اللي ضامن تحت عشان نقول لك اللا مركزيه؟ تحسين الشحات. خش اللقطه اللي بعدها نفس القصه، هنا اتقلب الدايموند ان انا عايز باي شكل اضغط وافركش التمركز بتاع لعيبه اوكلاند وافك التكتلات الدفاعيه وافك الديد لوك. هنا حسين الشحات مقرب ومعاه محمد هاني نفس الكلام، بص لعيبه على خط واحد. هنا حمدي فتحي واقف فين؟ اللي عليه الدايره اللي في النص ده عايز يقفل زاويه التمرير. حمدي فتحي في الثلث الاخير ها ادي 1-2-3، مين الثلاث مهاجمين كده محمد؟ بص ادي عندك فتحي، عندك شريف وحسين ضاغط، والثالث حمدي فتحي في الثلث الاخير بتاع اوكلاند. طيب الكره هتتلعب، هيضربونا في ظهرنا في فريق اوكلاند، هيعمل 1 2 وهتضرب في المساحه الخاليه دي كلها. مشي الفريم اللي بعده، بص الثلاثه اللي كنت لسه، بص ثلاثه على خط واحد قلب 3-4-3، متولي بيحاول يقابل. مين اللقطه اللي بعدها؟ مين اللي هيرجع هنا يجبر اللاعب انه يلعب باص سيء جدا وتطلع بره ويهاجم على النادي الاهلي؟ حمدي فتحي رجع من الثلث الاخير. فبالتالي الادوار الهجوميه كمان هو لسه بيلعب الدور رقم 6 او الدستروير، بس في نفس الوقت هو بيعمل مجهود بدني جبار. اللقطه اللي بعدها برضه على حمدي فتحي نفس القصه، في كام واحد في البوكس؟ الكره مع معلول لسه التحضير، عايز يعمل اوفرلود ناحيه الشمال. بص حمدي فتحي فين؟ مين اللي جوه البوكس؟ الاربعه بتوعك
حمدي وشريف 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 بطبيعه وشريف. الحال حسين الشحات الوينجر، السوليه وحمدي فتحي. وحمدي فتحي دايما فوق في اربعه جوه البوكس في كل كوره، ده كل ده قبل ما تضغط على الفرقه وتجيب الجون. نخش على اللقطه اللي بعدها. هنا بقى على الورق هي دي مرونه كولر والذكاء. اسهل حاجه نيجي اقول لك انا بلعب 4 2 3 1 طيب. انا بلعب 4 3 3 فلات على الورق، الاهلي كان بيلعب 4 3. النهارده في الحاله دي 3 4 3 3 4 3. بص هاني فين؟ هاني زايد على خط واحد مع لعيبه وسط الملعب، فبقى 3 4 والثلاثه بتوع الاهلي ضاغطين عشان يقدر يخلخل او يعمل هاي بريشر او الهاي لاين طيب او الهايبر بريشر على فريق اوكلاند. خلينا نقف عند الحاله دي مع انا هسميه محمود متولي لانه هو مندمج وبيشرح الحالات جدا. حسيت ان محمود متولي هو اللي قاعد قدامي مش قاسي.